السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نود أن نشكر الدكتور ولي السيد على إتاحة هذه الفرصة لنا لترتيب هذه المقابلة، ونشكر جميع الحضور. نعم، نشكرك على وجودك معنا اليوم في هذه المقابلة الخاصة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة حقيقة الثمينة في هذا الوقت للتواصل معكم، يعني كمهنيين وكأصدقاء وكمتابعين عبر الأثير. في الحقيقة اعتدت على مدى السنوات الماضية، ممكن 20 أو 30 سنة سابقة، أن أتواصل مع جمهور سواء من خلال قراء أو متابعين، ويعني عولمة الاتصالات أتاحت هذه الفرصة بحيث أن يمكن التواصل بطرق لم تكن معهودة في السابق. وهنا سأبدأ من هذه البداية. في الحقيقة أثرت في هذه المقابلة الخاصة التي دعيت إليها شاكرا جميع القائمين على هذه الدعوة، أثرت البداية في الحقيقة مما أود أن أتكلم عنه بخصوص النشأة، تعريف بالخلفية المؤثرات التعليمية والاجتماعية وبعض الهوايات التي أثرت في مسيرة حياتي الشخصية والأكاديمية والتعليمية ولاحقاً المهنية والفكرية. تبدأ هذه الرحلة من منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات، وفي الحقيقة هذه الفترة فترة غير مسبوقة، تختلف تماماً عن الفترات التي تلتها. الاتصالات كانت أبطأ بكثير جداً من يعني بعد 40 عاماً تقريباً في الفترات اللاحقة وما تلاها من إنترنت وغيره. في تلك الفترة نشأت كصبي يافع في مدينة عمان. في المدرسة كان لي يعني حظوة، أول معلم لي كان هو والدي رحمه الله، هو أول من أثبت القلم بين أصابعي، كان مدرسي في الصف الأول الابتدائي. تأثرت بوالدي في الكثير من خصائص التي اتسمت بها تلك الفترة. مع والدي وجدي رحمهم الله بنينا معا بيت بسيط متواضع، تبرز أمامه نخلة بسيطة معبرة، واجهة البيت تعبر برمزية وبشكل مجرد عن بساطة تلك الفترة. كان البناء يتم بشكل تدريجي، كان الحي ربما كان بيتنا هو أول بيوت ذلك الحي في سفح مطل على إطلالة جميلة جدا. ترعرعنا ونشأنا في هذا البيت، كانت الهوايات البسيطة التي نقوم بها بالإضافة إلى طبعا القيام بواجباتنا كمتابعة دروسنا والمحافظة على الصلاة في تلك الفترة، القراءة. كلما سنحت لنا فرصة في كتاب أو في قصة قصيرة أو ما يقع بين أيدينا كان يغذي نشأتنا في تلك الفترة. أسرتنا يعني كانت بسيطة وإن كانت كبيرة، كان الحي بسيط جدا، كان الجيران يعرفون بعضهم بعضا، الحياة الاجتماعية أيضا كانت بسيطة غير معقدة، يتم التزاور بين الجيران والتواصل بين الجيران بطريقة تعبر عن ماضي أصبحنا نفتقد إليه كثيرا في الحقيقة. في تلك الفترة كانت هواياتنا بسيطة جدا أيضا، لكن هوايات مفيدة.
لعب كرة القدم يعني بعد أداء الواجبات. أنا تأثرت بوالدي رحمه الله لأنه كان خطاطا، كان يكتب كان أستاذا هو في المدرسة، كان يكتب على البطاقات لزملائي من الأساتذة الأحرف الهجائية، وكان يكتب يعني للمدرسة بشكل كامل. في تلك الفترة تأثرت وأحببت وعشقت الخط العربي، وبخاصة المدرسة البغدادية. هناك كراسة هاشم محمد البغدادي، قواعد الخط العربي، وأنا أعتقد أنها هي أم المدارس، لأن هناك مدارس أخرى، المدارس التركية وبعض المدارس الأخرى. لكن كنت أجلس الساعات الطويلة إذا لم أكن أقرأ، كنت أتعلم قواعد الخط العربي. الخط العربي له قواعد وأصول، الأحرف ونسب الأحرف وتناغم الكلمات معا، هي يعني كانت يعني بداية التجارب على الحس الهندسي وكيفية تركيب الكلمات معا في تناغم بشكل باترنز أو أنساق نمطية جميلة. فيعني هذه كانت البدايات التي بداية الهوايات التي تعلقت بها. طبعا في البيت الذي نشأنا فيه فترة طويلة، يعني مرحلة الابتدائية والإعدادية، ثم وصلت إلى مرحلة الجامعية، وهذه الهواية كبرت معي. كان زملائي في الجامعة الأردنية يطلبوا أحيانا مني أن أكتب لهم على مشاريعهم في هندسة العمارة. طبعا الخط العربي كان هو ربما ما حفزني على دخول هندسة العمارة، لأن الخط العربي يعني والعمارة صنوان، بحيث أنك إذا أتقنت المهارات اليدوية يمكن أن ترسم، يعني تتعلم الاسكتشات والرسم والعمارة بشكل عام، يعني خاصة في السابق، وأنا أتطرق إلى هذه المرحلة بعد قليل، مرحلة رسم الاسكتشات والنسب والتناسب هي التي تسبق أو هي مقدمة لعملية التصميم، وليس كما يتم الآن بعد اختراع برامج الكمبيوتر، حيث ترى بعض المعماريين يعني يستعملون الكمبيوتر للرسم، وهذه إحدى أبرز المزالق. وكنت أقول ذلك لطلابي أن الكمبيوتر هو أداة للرسم وليس للتصميم، كما أحيانا كثيرة يفهم هذا خطأ. في الجامعة الأردنية طبعا الخط العربي يعني كنت أستعمله يعني في الكثير من المشاريع، وكما قلت كنت أساعد زملائي. قبيل، هنا أود أن أتوقف عند محطة مهمة في مرحلة دراستي في الجامعة، وأود ذكر ذلك، يعني نوعا من العرفان والجميل لملهمي وملهم أجيال في تلك الفترة، فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، وهو الدكتور راسم بدران. في السنة الرابعة كنا يعني بعد السنة الثالثة عادة طلاب العمارة يبدأ لهم توجهات معمارية. في السنة الأولى والثانية غالبا الطلاب يكونون في مرحلة التجارب والتعرف على يعني أنفسهم من خلال المشاريع المختلفة، لكن في السنة الثالثة وربما الرابعة يبدأ الطلاب يتوجهون توجهات مختلفة كل باتجاه. في مرحلة الدراسة في السنة الرابعة صدر عن مجلة معمار عدد خاص عن المهندس الدكتور راسم بدران المعماري في مدينة عمان، وكان عدد يعني اكسكلوسيف، كان تغطية كبيرة لمشاريع
المعلم أبو جمال في تلك الفترة، ووزع بشكل كبير هذا العدد، وكان يعني لنا فرصة أن نقتني هذا العدد. أذكر أنني كنت أقضي الساعات الطويلة أقرأ، ويعني أنظر بشغف وفضول واهتمام بالسكتشات أولا المبدعة لراسم بدران، وطريقة تعامله مع المشاريع ومناهجه الفكرية ومدخل الفكري في تصميم المشاريع. وغالبا كانت مسابقات فاز بها، مثل مسابقة البيت في تلك الفترة كانت مسابقة عربية فاز بها بالجائزة الأولى، وجامع الدولة الكبير في بغداد، وكلها كانت مشاريع رائدة جدا في تلك الفترة، بالإضافة إلى المشاريع التي صممها في ألمانيا. طبعا لابد من الإشادة بالمنهج الذي انتهجه المعلم أبو جمال، إذ أن عادة الهجرة تتم من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب، وأبو جمال آثر أن يعود من ألمانيا المتطورة في تلك الفترة حيث درس، أن يعود إلى بيئته وتراثه وإرث إرثه الاجتماعي والثقافي ليمارس العمارة هناك ويثري بلساماته المغزارة في تلك الفترة. طبعا كنا تشرب أعناقنا ننظر ل يعني هذه الإسهامات بشكل كبير جدا. أذكر أنني كما قضيت الساعات الطويلة في صباي أمارس الخط العربي في السنة الرابعة، كنت يعني أقضي الساعات الطويلة أنظر بشغف وفضول واهتمام للعدد الخاص عن معلمنا وملهمنا أبو جمال، عدد مجلة معمار في تلك الفترة. ويعني لا أمل ولا أكل أبدا حينما أنظر لذلك العدد، يعني أقضي الساعات الطويلة وفي كل مرة أنظر لهذا العدد. أذكر أن عدد الصفحات كان يقارب 25 صفحة، وأمتع ناظري بسكتشات الموجودة في ذلك العدد والمشاريع وإسكان الإسمنت وغيرها من المشاريع في منطقة عمان، وخاصة مجموعة من الفلل الخاصة ماضي وحتاحت وغيرها والتي درستها لاحقا بشيء من التفصيل. فلذلك كان يفترض من طلاب العمارة أن يعني يكون جزء من دراستهم حوالي 8 أسابيع في مكتب معماري. طبعا تقدمت للتدريب في مكتب العبقري العمارة أبو جمال، ويعني فزت بالحظ أنني طالب في السنة الرابعة يعني سأتدرب في مكتب أبو جمال. طبعا ذهبت للمكتب، المكتب كان على الدور الرابع بعيد شوي عن السفارة الكويتية في تلك الفترة. أذكر أنني كنت أجلس، كان المكتب عبارة عن بارتيشنز وهناك ممر، وبين فترة وفترة في فترة الاستراحة كان يعني بيعلقوا على الممر اللي هي المشاريع المكتب، ف يعني أنظر لهذه السكتشات بشغف يعني وأتحسس السكتشات على الممر. وفي تلك في إحدى المرات سنحت لي فرصة، أبو جمال كان يدخل لمكتبه الذي كان يقع في آخر الممر معه حقيبة، ويدخل طبعا بصمت و يعني وقار، فسنحانت مني التفاتة ورأيت أبو جمال لأول مرة في حياتي. طبعا رأيته في المجلة لكن رأيته لأول مرة في حياتي. طبعا انقضت الأسابيع الستة للأسف بسرعة شديدة، وعدت للجامعة. تصادف وأنا هذه محطة في حياتي سأذكرها لأنها أثرت يعني مواقف إنسانية وأثرت فيها كثيرا، وكان لأبو جمال فضل كبير علي في تلك الفترة، فضل معنوي، بالإضافة إلى أن يعني مسار مفصلي في حياتي المهنية والعملية لاحقا.
في تلك الفترة كنت أعاني من آلام شديدة في بطني ولا أدري ما السبب. فأخي نبيل رحمه الله كان يعمل بالجامعة الأردنية في المطعم الرئيسي، يعني محاسب في المطعم الرئيسي، وكان اجتماعيا جدا ويعرف الكثير من الناس بحكم يعني وجودي هناك. ف يعني قمت بعمل فحص أشعة وتبين وجود حصى في الكلى. الطبيب المعالج في تلك الفترة كان معالي الدكتور مجلي محلان، وكان مرحا ويعرفني ويعرف أخي يعني بالاسم، فقال لي: يبدو أنك معماري وحضرتك فاتح محجر في بطنك، لأنه كان عندي حوالي 12 حصو، يعني حصى كثيرة، يعني يبدو أن أنت معماري بالفطرة يبدو عليك. ففي تلك الفترة قال لي، نصحني، قال لي: بما أنك طالب يعني في السنة الأخيرة، إذا بدك تعمل عملية، ولم يكن الطب متطورا في تلك الفترة، كان يعني في 89، إذا عملتها في مستشفى الجامعة كوني مؤمن وطالب هناك، ستبقى عملية جراحية، ستبقى هناك شهر في المستشفى، فأنصحك أن تحاول أن تحول نفسك للمدينة الطبية. المدينة الطبية بالمناسبة، مدينة الحسين الطبية في تلك الفترة كانت متقدمة بشكل هائل جدا، لدرجة أنني بعد سفري لإنجلترا تصادف، أرجو أن نرجع للسلايد السابقة لو سمحتوا نثبتها، لأنه في نعم، لأنه في لاحقا أثناء دراستي في إنجلترا عاودتني الحصة مرة أخرى، ف يعني بعد حوالي 20 عام أو أكثر، فالأخصائي في بريطانيا قال لي: يعني وين عملت عملية التنظير؟ قلت له: في المدينة الحسين الطبية. قال لي: كان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه التنظير في العالم، يعني مدينة الحسين الطبية في 89 كانت فيها أجهزة متقدمة كبيرة جدا. حاولت طبعا، درت هنا وهناك، طفت هنا وهناك في صور الأشعة، يعني في محاولة لأني أحول نفسي، وأريد الآن أن يعني أرد الفضل لأصحابه. طبعا كان هناك من أساتذتي من يعني كان متفهما للظروف في تلك الفترة، ومنهم معالي الدكتور طالب الرفاعي وأساتذتي الفضلاء الدكتور محمد المعاني في تلك الفترة، والدكتور كامل محادين، معالي الدكتور كامل محادين، والدكتور توفيق أبو غزة، والدكتور سليم الفقيه، ويعني مجموعة من الأساتذة في تلك الفترة تفهموا ظروف المرض. فحاولت جاهدا. أخي كان يعني بحكم عمله يعرف دولة الدكتور عبد السلام مجالي، فأدخلني إلى مكتبه، ودولة الدكتور عبد السلام مجالي كان رئيس الجامعة وكان طبيب في تلك الفترة، فيعني عرف الحالة فكتب يحول لمدينة الحسين الطبية فورا. طبعا أجريت لي العملية، وبقيت في المدينة الطبية يومين أو ثلاثة ثم خرجت. طبعا بعد الحالة، بعد العملية عادة يكون المريض يصاب ممكن ما بعد العملية، ارتدادات ما بعد العملية نفسية، وهنا يعني كان دور كبير. طفت، يعني كان من حسن حظي أن ذهبت للمكتب أبو جمال، دخلت على أبو جمال، طلبت مقابلته. أبو جمال الإنسان، الآن سأتكلم عن أبو جمال الإنسان. أنا عرفته قبل أن أتعرف عليه كالمعماري الفذ والعبقري الملهم المنتور. دخلت لمكتبه وعرضت عليه مشروع التخرج. كان مشروعي في تلك الفترة مدرسة العمارة والفنون الإسلامية. طبعا أبو جمال مسك ورقة وقلم، ويعني بدأ يشير علي ماذا أعمل، ورسم لي سكتش. السكتش احتفظت به في محفظتي، معي سكتش من أبو جمال، خرجت من عند أبو جمال معي سكتش. طبعا أثناء وجودي في المكتب تصادف أن دخل أحد الزبائن، يعني الكلاينتس. عادة يعني لو كان هناك طالب جالس في المكتب ويدخل كلاينت، بالوضع الطبيعي الكلاينت أهم. يعني صدمت، أبو جمال خرج هو الكلاينت إلى غرفة أخرى وطلب مني أن لا أخرج من المكتب. أيضا
حينما عاد قال لي تشرب قهوة. كان دائما يعني عنده في المكتب دلة قهوة، هذه يعني كانت تريد مارك أثناء فترة عملي مع أبو جمال. فقال لي تشرب قهوة. أنا كنت يعني في تلك الفترة، وعرفني أبو جمال يعني خجول جدا، فيعني على استحياء قلت شكرا شكرا شكرا. بالمناسبة في الحضارة الغربية إذا قلت شكرا لوحدها لازم تقول شكرا يس أو شكرا لا. إحنا في حضارتنا شكرا معناها أنه لا. ففي تلك الفترة أبو جمال طبعا واضح عليني يعني مستحيل، فقام تفضل بيديه الكريمتين وغسل الفنجان بنفسه، ثم عاد وشربت فنجان قهوة من إيد أبو جمال. طبعا أثناء خروجي من المكتب، وهذه أيضا نقطة أخرى، طبعا كنت ماشي باتجاه الدور الرابع، فتصادف أن رأني أبو فرحان ليتش بلاد، فوقف بسيارته وأوصلني بالسيارة إلى يعني حيث أريد، وإن كانت يعني مسافة ليست طويلة، لكن يعني فهذه كانت هي البداية. طبعا المحطة الأخرى كانت في مشروع التخرج. مشروع التخرج من حسن حظي كان أبو جمال في المناقشة النهائية. طبعا أبو جمال لا يتكلم عن أبو جمال يعني تلميذ، ولا يصح أن يتكلم تلميذ عن معلمه. فطبعا انتبه على التصميم والتصاميم. دارت الأيام، تخرجت، آثرت العمل فترة حوالي شهرين في مكتب للدعاية والإعلان، أمارس الخط العربي وأكتب إعلانات في الصحف من خلال مكتب دعاية وإعلان. وكانت هناك فرصة لكتابة بعض الخطوط على بعض المشاريع للمسابقات عند أبو جمال، فأبو جمال تذكرني ودخلت العمارة، دخلت مدرسة العمارة في تلك الفترة. طبعا هذه قصة دخولي في الخمس سنوات لاحقا لا أستطيع أن أتكلم عنها في دقائق، لكن عشت العمارة يوميا كما يطالع التلميذ أستاذه، وتجلس أمام الأستاذ وتتعلم، يعني ليس انتقاصا لأحد في المراحل الأكاديمية، لكن حينما تستمتع وتجلس في المكان وتحس أنك تلتقط العمارة بكل حواسك، أنت أمام معلم يعيش العمارة. هي لم تكن بالنسبة لأبو جمال العمارة مجرد حرفة أو يعني زي ما بسموها تشتغل من أجل أن تتكسب، لا، كانت أكثر من ذلك، أكثر بكثير من ذلك. وكان يعني كنا أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، كنت أعيش يوما بيوم ودقيقة بدقيقة، وسنحت لي فرص كما سنحت لي أصدقاء وزملاء تخرجوا معي للعمل في دول الخليج العربي بثلاثة أو أربعة أضعاف الراتب الذي كنت أتقاضاه. لكن لا يمكن أن استبدل مكاني في المكتب عند أبو جمال إطلاقا. كانت it's a living experience، تجربة حياتية ليس فقط للعمل، أنت تستمتع بما تعمل، وذا الفضل يعود للأستاذ. أنا سبق أن كتبت عن هذا الموضوع، تكلمت عن ما يسمى بعبقري صناعة العمل الواحد، يعني هناك دائما ملهم للعمل. حينما يكون هناك منتور للعمل يحرك الطاقم كاملا. حينما يعيش المعلم العمارة 24 ساعة، فرق كبير بين من يحضر المكتب دوام رسمي ربما من الساعة العاشرة للساعة الثانية ثم ينصرف. باختصار، خمس سنوات بالنسبة لي هي كانت خمس سنوات دراسة العمارة.
خمس سنوات ممتعة جدا. في تلك الخمس سنوات أيضا كنت سعيدا مع عائلتي، كانت عائلتي كبيرة، وكان يعني بالإضافة لأخي نبيل أنا كنت مسؤول يعني راتبنا المتواضع عن عائلة كبيرة من 9 أخوات ووالدتي. فكنا كل سنة نذهب لعمرة سنوية، كنا في قمة المتعة، وكانت متعة أحيانا ازدادت المتعة. أبو جمال أحيانا كان يتصل على البيت، مثلا والدتي تقول لي تليفون من أبو جمال، كأنني سمعت يعني مقطوعة موسيقية ترن في أذني. من الأمور التي حصلت في المكتب مع أبو جمال يعني أن حينما تستمتع بالعمل تبدأ يعني تلتقط إشارات، والمعلم والمنتر يفتح لك المجال، لأن المعلم أصلا ليس، نرجع للخلف لو سمحتوا قبل ما أوصل، المعلم ليس في مجال أصلا. يعني كيف الأب يحب أن يكون ابنه جيدا ومتفوقا؟ أبو جمال كان يعاملنا كأبنائه بهذه الطريقة، فبدأنا نتقرب من أبو جمال من حيث يعني تفهم الإشارات والتقاطها، لدرجة أن أبو جمال أصبح يعتمد على بعضنا في بعض الأمور. أصبحنا نرافق المعلم راسم بدران في أسفاره، في بعض أسفاره، يعني لدرجة أن قصة خروجي من المكتب أنا لم يعني لا أذكر أنني قدمت استقالتي، إنما كان خروجي بشكل تدريجي، لأنه كان يصعب الفراق صراحة. يعني على مدى 4 أشهر كنت أتردد على المكتب، ويعني صعب علي الفراق، عادة يكون هناك انقطاع مفاجئ، لكن لم يكن ذلك الحال في تلك الفترة. هذه قصة يعني أنا كما تلاحظون على الشاشة مع أخي نبيل رحمه الله، مع الوالدة أطال الله في عمرها، كنا نذهب في عمرة سنوية. أثناء عملي مع الدكتور راسم بدران في تلك الفترة، سنحت لي فرصة للتعرف على فكر حسن فتحي من خلال أحد المشاريع. أحد الكلاينتس أو الزبائن لي يعني في المكتب راسم بدران كان قد صمم بيت في الأغوار في الأردن، صممه له حسن فتحي، وطلب أحد الزبائن أن نصمم بيت بأسلوب حسن فتحي، فطلب مني أن أعمل ريسيرش أذهب لذلك البيت. أذكر أنني في رحلة الرجوع للمكتب ذهلت صراحة، يعني كيف تعيش العمارة، الإحساس في العمارة، كيف تدخل العمارة يعني من الداخل بنسبها بتناسبها. فطلب مني يعني الدكتور راسم بدران أن يعني أجري ريسيرش في تلك الفترة، وهذه بعض الاسكتشات التي عملتها على يعني أولية على البيت بأسلوب حسن فتحي، بيت ريفي، ويعني تم تطويرها لاحقا في بيت باسلوب حسن فتحي، قباب وقبوات الى اخره. يعني كانت هي مرحله من مراحل التعرف يعني على فكر باعتقادي قطبين من اقطاب العماره المؤثره في فتره السبعينيات والثمانينيات في اوج العطاء، وهذه يعني فرص قلما تسنح في تلك الفترة. السكتشات السابقة تم تطويرها بهذا الشكل، بحيث أن يكون هناك الفولتس اللي هي القبوات والقباب وأسلوب حسن فتحي والكار بارك موقف السيارات والفناء والقبوات بهذا الأسلوب، وما تروا على الشاشة في الأسفل كان ملقف بالإضافة ل يعني الليفينج روم أو صالة المجلس مع المدخل والفتحات القباب للتهوية، التي طبعا الدكتور راسم بدران كان له تجارب في قضية التوفيق والأصالة والمعاصرة يعني بين التراث والحاضر. لاحقا
يعني بشكل تدريجي اضطررت لسبب آخر أن يعني أحاول أن أمارس العمارة، فبدأت يعني صممت بعض البيوت البسيطة في تلك الفترة قبل انتقالي للمرحلة التالية، وهي مرحلة يعني الذهاب إلى إنجلترا للدراسة وإكمال الدراسات العليا في تلك الفترة. إذا ممكن ننتقل للبعض لو سمحت. نعم، هذا أحد البيوت، الأرض قطعة، هذا بيت خاص، يعني قطعة أرض كانت مستطيلة بشكل غريب جدا، فتم التعامل معها بطريقة بحيث غرف النوم في الجانبين تكون بشكل قطعة الأرض، ولإتاحة المجال للفراغات والعناصر الأخرى بتحريكها على محور، بحيث تعطي نوع من الخصوصية بالنسبة يعني الشقة اليمين والشقة اليسار، المداخل لا تكون يعني لا تكشف بعضها يعني بشكل كبير. المرحلة الأخرى في إنجلترا، مرحلة ما بعد منتصف التسعينيات، يعني تقدمت لي الدراسة في جامعة لندن بإنجلترا، وهناك بدأت مرحلة أخرى. من خلال هذه المرحلة بدأت بمزاولة الكتابة، وأذكر أنني بدأت منذ العام 2000 بالكتابة الصحفية، وأسست صفحة كاملة أسبوعية كانت تطل على القراء في صحيفة الجزيرة السعودية. هذه الصفحة كنت أخصص في كل صفحة 4 أقسام، غالبا الصفحة حاولت الجرعة أن تكون يعني ليست أكاديمية بشكل كبير، بحيث أن يكون هناك تنويع للقراء، للقراء المثقفين وحتى العامة من القراء، بحيث يمكن أن يستفيدوا ويتعرفوا على بعض جوانب العمارة، بالإضافة للتعريف بمعماري أحياناً والتعريف ببعض الكتب وبعض الدراسات والأبحاث التي كنت أجريها في تلك الفترة في أطروحتي عن البيوت في العالم العربي بشكل عام. طبعاً في مرحلة الماجستير قبل سفري كان موضوع الأطروحة عن موضوع الأصالة المعاصرة في العمارة بشكل عام، وهذا كان موضوع جدلي محوري أساسي بالنسبة للأكاديميين وبالنسبة أيضا للتطبيقيين، وكان يعني الدكتور راسم بدران في تلك الفترة يقود هذا المنهج من خلال يعني طروحاته على جميع المستويات، على مستويات المسابقات وعلى مستويات الأبنية بشتى أنواعها. فطبعا تأثرت بهذا الموضوع، وهذا موضوع كان فلسفي جدلي. في تلك الفترة في الثمانينيات صدرت بعض الكتب المهمة لأقطاب الفكر في المغرب العربي، مثل محمد أركون ومحمد عبد الجابري، وكتابات حول التراث والتجديد وحول نقد العقل العربي، وكانت هي الجزء الأساسي الفلسفي في الجزء الأول من أطروحة. في الجزء الثاني طبعا وظفت ما تعلمته في مكتب دكتور راسم بدران من خلال الأطروحات ومساهمات إسهامات أبو جمال في المسابقات المختلفة، وبالإضافة إلى بعض أعمال حسن فتحي وعبد الواحد الوكيل. في إنجلترا يعني استمريت على ذلك النهج، لأن يعني سافرت لإنجلترا كان عمري حوالي 29 سنة، فتقريبا تأسست فكريا وتأسست من الناحية الشخصية. يعني كنت باعتقادي يعني الذي يسافر في مرحلة نهاية العشرينيات للعالم الغربي تصيب أحيانا صدمة ربما لأشهر، لكن الصدمة الثقافية طبعا الصدمة الثقافية التي يعاني منها من يهاجر من الشرق إلى الغرب هي صدمة غالبا بالمدنية، ينبهر بالمدنية الموجودة.
في تلك الفترة سنحت لي فرصة أيضا للتواصل مع المعلم أبو جمال في أكثر من مناسبة. كلما حضر لندن يعني كنت يعني أحظى بشرف لقائه، ألقى محاضرة في تلك الفترة في ديوان الكوفة لمحمد مكية رحمه الله، وكان ذلك في العام 2000، وحضرت المحاضرة، وهذه كانت بعد نهاية المحاضرة. قدمه طبعا البروفيسور محمد مكية، قدم دكتور راسم بدران. النقطة الأخرى في العالم الغربي كانت من خلال another genius. الجينيوس الأول في حياتي في العالم الغربي كان الدكتور راس مدران. جينيوس تعني، أنا من وجهة نظري، أن الموهبة فطرية، موهبة فطرية بكل معنى الكلمة، ليست مبتذلة ولا مبتدعة نهائيا. هذه الموهبة فطرية، يعني عفوائية، spontaneous تأتي. بيل هيلير كان جينيوس في مجال البحث العلمي، طور نظرية سبيس سينتاكس منذ منتصف السبعينيات، وما زالت أثارها في على مستوى المباني وعلى مستوى يعني التصميمات الحضرية والتخطيطات الحضرية. طبعا بيل هيلير قبل حوالي سنة ويعني أشهر رحل عن هذا العالم عن عمر تقريبا 82 عاما، لكن له أعتقد البيبرز التي كتبها والأوراق البحثية تفوق 150 ورقة علمية، وبالإضافة إلى كتابين يعني مهمين جدا في مجال التخطيط الحضري. يعني حينما تعمل مع جينيوس، طبعا لا تتحصل على المعرفة والعلم بسهولة، لأن غالبا يكون الجينيوس بيرفكشنست، يعني يدقق لأدق التفاصيل. وهذا طبعا تعودت عليه من مكتب دكتور راسم بدران، يعني كان يدقق في أدق التفاصيل ويتابع ويعيد مرة أخرى العمل وينظر إليه من أكثر من زاوية. ما أدهشني في تلك الفترة أثناء العمل مع أبو جمال، أنك أحياناً ترى البدائل في التصميم محدودة، لكن تندهش وتكتشف أنها ليس هناك مستحيل. يعني أحياناً أنت يعني طبعاً بدائل التصميم غير محدودة لمن يعني يفكر فيها، غير محدودة، يعني غير محدودة بالمنطق المعماري العادي، قد تكون 10 بدائل، لكن إذا بتتكلم عن منتر أو جينيوس بتتكلم عن طبعا المراحل أكثر كثير من هذا. وحصل تجارب كثيرة يعني مع أبو جمال على مستوى الواجهات، على مستوى التخطيط الأفقي، يعني تضع ورقة زبدة وبيطلع حل ثاني. نفس الشيء استمر مع بيل هيلير. بيل هيلير ينظر بطريقة perfectionist لدرجة أن أسس وقواعد البحث العلمي يعني يؤسسها في طلابه بطريقة عجيبة جدا. أحد المرات يقول لي: تخيل يا وليد، أنت من حسن حظك أن لك مشرف، أنا أكتب البيبرز وليس عندي مشرف. لدرجة أنني نسيت في إحدى، طبعا كان يكتب البيبر 15 مرة، يعني 15 مسودة عبين ما يوصل للمرحلة النهائية. فبيقول لي: تخيل أنني أكتب البيبر ونسيت أن أضع سؤال في بداية البحث، سؤال البحث نسيت أن أكتبه. فيعني تتعلم لحسن الحظ التلميذ الذي يريد أن يفتح عقله وقلبه، يعني أن يصادف هؤلاء المبدعين في يعني في المجالات المختلفة، وكان منهم بيل هيلير. بيل هيلير كان يتفاخر بأن طلاب الذين يشرف عليهم مينيمم، الحد الأدنى للطالب حتى يتخرج، عنده على الأقل 5 سنوات. يعني كان يمسك الطالب وما يفلته، لازم يعصره زي الليمونة حتى يطلع أفضل ما عنده.
فيعني هذه رحلة يعني ينظر لها المرء بشيء من الحنين وفي نفس الوقت بشيء من الإعزاز، لأنه يعني كما يقول المثل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ويعني ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. في مرحلة ما بعد الألفية، يعني بدأت في المراحل الأخيرة من الدراسة يعني التعرف على المؤتمرات والندوات والممارسة المهنية. في تلك الفترة تعرفت على صديق، يعني من خلال صديقين، على هما الدكتور خالد الحروب والدكتور عبد الله بعبود، ودخلنا إلى سلطنة عمان في تجربة يعني مزاولة يعني بعض الأعمال المعمارية والتخطيطية في مكتب في مدينة مسقط. كانت تجربة للتعرف على سلطنة عمان، وكانت تجربة يعني من ناحية معمارية كانت رائدة جدا، لتجانس أولا طبيعة الحياة الاجتماعية في السلطنة التي كانت فعلا مبهرة جدا. أيضا في تلك الفترة كان هناك نوع من العمل بشكل استشاري على مجموعة من المشاريع التخطيطية في مدن مختلفة، يعني في الشرق الأوسط، تخطيط مدينة صغيرة، بعض المدن بأساليب يعني تأثرت من خلالها في تلك الفترة بنهج المعلم عبقري العمارة دكتور أبو جمال، دكتور راسم بدران. استمر هذا يعني من خلال يعني قيادة فريق مصغر، بالإضافة إلى زيارات مدن شمال إفريقيا والتأثر بالعمارة، لأن هناك فرق كبير بين أن تقرأ عن العمارة وبين أن تعيش العمارة. وأذكر أنه في زيارة للقاهرة مع مجموعة من الزملاء في لمدينة القاهرة، يعني صدمت حينما وقفت بجانب جامع ومدرسة السلطان حسن، وخاصة حينما تدخل الفناء أو تدخل منزل جمال الدين الذهبي أو بيت السحيمي وغيرها أو بيت الكريدلية، أو تمشي في قصبة القاهرة تحس أنك تمشي في التاريخ، ويعني عبق التراث في تلك الفترة، ويعني تصاب يشدك هذه الأماكن تشدك بشكل كبير. طبعا لابد أن يتم عكسها في على جذور المكان الذي تصمم له، لأنه يعني لابد أن يكون هناك نوع من التواصل ما بين الماضي والحاضر، وأن يكون الماضي هو ذاكرة الحاضر مع الأخذ بالاعتبار معطيات الحاضر. بالجزء السفلي كانت هذه مدرسة بشكل تجريدي مبسط في مدينة في الأردن مثلا، تم استحداثها في معان مقابل الجامعة. وعلى اليمين كان هناك مسجد ومدخل، هذه على نمط الوكالات على الطريق السريع للقوافل السريعة، وممكن التجار يعني أن يستريحوا ويدخلوا إلى هذه، وتعكس نمط الحياة والحياة المناخية والحياة الخشنة من ناحية مناخية والقاسية إلى حد ما. مجموعة من هذه المشاريع التي سنحت للعمل عليها، وكانت فرصة لتطبيق بعض الأفكار في تلك الفترة. أيضا في تلك الفترة سنحت الفرصة ما بعد، يعني هذه هي المدرسة التي تم تصميمها في المدينة المصغرة أو المجمع، كانت عبارة عن مناطق استثمارية كان الهدف منها
جذب الاستثمارات في تلك الفترة، كانت في قبل حوالي 15 أو 16 عاماً. طبعا تلك الفترة بالإضافة إلى الممارسة المهنية بدأت أطل على القراء في العالم العربي من خلال مقالات أسبوعية، بدأت أتخاطب مع جمهور في تلك الفترة لا أراه. يعني هذه من تأثيرات البيئة العمرانية التقليدية البيئة القروية التي كانت موجودة. بدأت أطل من خلال مجموعة من المقالات كما ذكرت، يعني على قراء من خلال صحف عربية. في تلك الفترة كنت أكتب في صحيفة الحياة اللندنية، صحيفة الشرق الأوسط، أيضا في صحيفة الجزيرة السعودية وبعض الصحف الأردنية، لمحاولة إدخال العمارة إلى وعي النخبة والعامة في آن واحد، حتى تكون العمارة قريبة من حتى لا تكون العمارة هي عبارة عن شيء يعني للنخبة. ولذلك طبعا المهنيين كانت لهم إسهامات في هذا المجال، يعني سواء من خلال التطبيقات العمرانية، يعني حينما تصمم فيلا لشخص معين أمامك عدة أنواع من الأشخاص. هناك الشخص المثقف الذي يعرف ما يريد، وهناك الشخص الذي لا يعرف ما يريد. بالمناسبة هؤلاء الاثنان بنفس الصعوبة أنا أعتقد، وأعتقد في فترة عملي مع الدكتور راسم بدران كان في الغالب من النوع الأول المثقف، كان يعني يقوم بالهوم وورك وعارفين شو البنية، ولذلك هم جايين يعني عند يعني معماري متميز وقدير في نفس الوقت، فيمكن أن يكون هناك خطاب متكافئ ويلبي المعماري احتياجات المالك أو صاحب العمل. في الحالة الأخرى إذا كان المعماري مثلا بنسميها كنا بالعامية أو هيك بالبلدي فلت منه الموضوع، يعني الأمور فالتة منه، مش هو اللي بيصمم، القلم اللي بيصمم أحيانا. وإذا كان المالك أيضا لا يدري ما يريد، هناك يكون هناك عدم اتصال، يعني ليس هناك حوار أصلا بين الاثنين يكون. غالبا هذا كان يتم في بعض المكاتب يعني غير المتخصصة، المكاتب تسمى أحيانا تجارية، لذلك بعض الكلاينتس أو الملاك يطلب، بيكون معه صورة بقول للمعماري بدي تعمل لي زي هاي هيك نسخة عنها، فالمعماري طبعا بيكون مبسوط أكثر لأنه بيكون عنده يعني نماذج جاهزة من الدرج، فيتم دبلجتها خلال يعني خلال يومين بالتواطؤ مع الرسام طبعا، ويمكن البناء وتعج الساحة العمارة يعني كأنها متحف، عبارة عن متحف من كل روض زهرة. طبعا في خضم هذا الخليط يعني كانت هناك شمعات مضيئة على الدرب، هم من كان يقود لواء العمارة في تلك الفترة وفي أوجها، وخاصة مع بداية التسعينيات. هذه السكتشات أنا متأثر فيها جدا بأسلوب يعني معلمنا أبو جمال، ولا يمكن يعني أني أعيش في مكتب أطالع يعني سكتشات أبو جمال صباح مساء 5 سنوات، يعني إلا يعني أن أتأثر ولو بشيء بسيط طبعا، مع يعني ليس هناك مقارنة طبعا، لكن محاولة يعني للتقرب من الأستاذ أو المعلم. طبعا الإطلالة على القراء من خلال الكتابات أعتقد كانت فترة مهمة جدا،
ولم أكن أدري في تلك الفترة لعدم وجود وسائل تواصل اجتماعي متقدمة، يعني حسب الموجود الآن من مثل واتساب أو تويتر أو فيسبوك، بالصدى الذي كان إلا من خلال محرر الصحيفة الذي كان دائما يطلب مني تخفيف الجرعة برأيه، حتى يعني تكون الجرعة غير أكاديمية في متناول القراء من يعني هذه المنابر. لاحقا في طبعا من خلال الإيميل، البريد الإلكتروني، كانت تصلني بعض التواصل من خلال بعض طلاب الماجستير في أنحاء مختلفة من العالم العربي. ولاحقا تبين لي أن يعني بعد أن تعرفت على صديقي ويعني حبيبنا البروفيسور صباح مشتت، قال لي أنه بعض هؤلاء الذين كانوا يتواصلون معي كان يعني من خلال معرفته بقراءاتي، وكان يعني يطلب من بعض طلابه أن يتواصلوا معي. الفترة اللاحقة كانت يعني فترة ما بعد يعني أواخر العقد الأول من الألفية، كانت مرحلة الندوات والمؤتمرات العلمية. من خلال مجموعة من المؤتمرات، سواء مؤتمر عجمان الدولي، وطبعا دعانا كان يدعونا إليه وينظم هذا المؤتمر كما ذكرت صديقنا البروفيسور صباح مشتت. وأيضا كانت هناك فترة مهمة جدا لاحقا من خلال مجموعة من التعاون البحثي والأكاديمي والندوات، من خلال التعرف قبل حوالي 15 سنة على يعني صديقنا المفكر البروفيسور مشاري نعيم، من خلال العمل كاستشارات على مجموعة من الأعمال المهمة، ومن خلال يعني الأبحاث والمؤتمرات والندوات. ولاحقا يعني تطورت إلى مشاريع مشتركة بحثية وكتابية على مستوى أبحاث وكتابات ومشاريع ثقافية بعضها استمر، وأهمها كان والذي سأتطرق إليه لاحقا هيئة نقاد العمارة العربية. وكنا نجتمع مع صديقنا أبو محمد بروسوم شهر نايم في لندن كلما يعني زارنا، للتباحث في مجموعة من الأفكار والمشاريع. وكانت طرح أبو محمد فكرة هيئة نقاد الأعمار العربية في عام 2010، تبلور إلى مشروع لاحق. كل ما ترونه على هذه يعني العرض هي مجموعة من المشاريع التي قمت بالعمل من خلال فريق مصغر عليها. أود أن أذكر أنه في فترة من الفترات، وحتى في مرحلة التعليم الأكاديمي حينما كنت أدرس طلابي، لم أكن أفرض على الطلاب قناعاتي الخاصة في العمارة، بمعنى أنني طبعا لي أسلوب واتجاه من خلال تبلورة، من خلال يعني بداية التكوين المعماري الذي أعتقد أنه بدأ من لحظة دخولي مكتب دكتور راسم بدران. لكن لاحقا لم أكن يعني أفرض على طلابي أو أن ينتهجوا أسلوبا معينا، بالعكس كنت يعني أغذي فيهم روح البحث والتجربة من خلال الأساليب المختلفة، لأن العمارة يمكن يعني أن يكون فيها مجال كبير للتجريب. هذا مشروع منتزه، قطعة أرض مثلثة عبارة عن ارتدادات لدوائر متداخلة، عبارة عن منتزه في منطقة في الشرق الأوسط، كان عبارة عن تصميم متداخل ما بين اللاندسكيب وما بين بعض الأعمال الخارجية، يعني كمتنزه مفتوح لأهالي المنطقة يعني الموجودين فيها. طبعا مرحلة المؤتمرات والندوات كانت مرحلة مهمة
لأنها كانت مرحلة الاتصال والتعرف، وبداية الاتصال والتعرف على العالم والوسط الأكاديمي والبحثي على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في الكثير من المؤتمرات كانت هناك فرص للتعارف والتواصل، رغم أنه في تلك الفترة كان التواصل محدودا كما قلت. ربما خلال 10 سنوات الماضية تطورت عولمة الاتصالات بشكل مذهل جدا. يعني قبل الإنترنت عام 1996 أذكر، لم يعني البحث العلمي كان يحبو، يعني حينما تريد أن تبحث عن مثلا معماري معين، أعمال معماري معين، أو في مبحث معين، تذهب للمكتبة والكتب محدودة جدا. هذا مشروع لوسط مدينة عمان من المدرج الروماني، وحتى المحطة كان عبارة عن دراسة تطوير حضري. طبعا تطور عولمة الاتصالات وظهور الإنترنت هذا أثر كثيرا على البحث العلمي بشكل إيجابي وسلبي في نفس الوقت. الإيجابي معلوم ليس بحاجة الدخول له، لكن السلبية هي في المحيط الهائل الذي يعني أصبح الباحث يدخل له، لدرجة أنني كنت أقول أن الطالب لمرحلة الدكتوراه أحيانا ممكن أن يبدأ بحثه في سنة معينة، وبعد 5 سنوات يكتشف أن المراجع التي عاد إليها قد يعني أصبحت تكاد تكون قديمة. وكنت أقول دائما أنه حتى في بعض الأبحاث المتعلقة الحيوية الحركية، مثلا متعلقة بالعالم الذي نعيش فيه، هذا بيت صممته في مدينة عمان، هذه الواجهة البيت بأسلوب حسن فتحي، أقول أن بعض الأبحاث وخاصة في مثلا المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إذا لم ينهي الطالب دراسته خلال 3 سنوات ربما تكون هناك العالم الفعلي قد تغير. يعني ممكن أن يكون يتكلم عن، لأن العالم ظروف العالم الاقتصادية والسياسية أصبحت لا تتغير فقط يعني شهريا أو أسبوعيا، ربما تتغير في عالمنا الآن بين يوم وآخر. يعني إذا انقطعت عن الأخبار لساعتين يكون هناك أحداث قد لا تكون قد تابعتها. فلذلك أقول أن هناك سلبية أصبحت في عولمة الاتصالات ربما قد تكون، لكن الإيجابيات معلومة طبعا كبيرة جدا. هذه الإيجابيات، أصبح التواصل سهلا، أصبح يمكن يعني أن خاصة في زمن الكورونا الآن ممكن أن تجري ندوات، تقيم المؤتمرات الافتراضية، ممكن أن نجري هذه المقابلة كل في بيته على أريكته، يعني بشكل بسيط ولكن فعال أيضا. ولذلك أقول أنه في ال10 سنوات الأخيرة أصبح العالم متغيرا بشكل إيجابي بشكل كبير. المؤتمرات والندوات وحتى النشر أصبح يمكن النشر بشكل افتراضي أو بشكل أقول إلكتروني، رغم أن الأصل يظل في النشر الكلاسيكي. يعني لابد الأصل يظل هو ما اعتاد عليه الإنسان، الكتاب يظل كتابا، والبريد الرسالة التي تصلك بالبريد حتى لو أصبح هناك انتقال فضائي، الرسالة التي تصلك باليد وتلمسها تظل هي الأصل. يعني والشيء يعني بطاقة التهنئة تظل هي الأصل، وهكذا. هذه المرحلة الثانية كانت مرحلة مهمة، لأنها كانت مرحلة يعني تواصل، وكانت مرحلة انتقالية ما بين البداية المتواضعة التي تمت البداية منها، ومرورا بالعالم الذي بدأ يتسارع لاحقا، حتى يعني
العالم الذي وصلنا إليه حاليا. طبعا طبعا المعماري قلما يغير أسلوبه أو نمط تفكيره. هناك بعض الأقوال في العمارة أن لبعض المعماريين أن المعماري لا يغير نمطه كما يغير أحدنا قميصه. تكون هناك طبعا تجارب في العمارة، وهذه أمور مهمة جدا، لأن العمارة يعني لابد أن يكون فيها بحث مستمر. جزء مهم من الفترة الأكاديمية في حياتي في إنجلترا كانت وبدأت هذه يعني الفترة الأولى في الحياة الأكاديمية في مكتب دكتور راسم بدران، اللي هي محاولة مزاوجة الفكر بالنظرية أو النظرية بالتطبيق، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك نظرية تسبق التطبيق، محاولة لتغذية الناتج بالأفكار الأساسية التي تنبثق منها، ومحاولة دائما البحث عن حلول متجددة بحيث لا نتقوقع عند حل واحد. وهذا يعني كان يعني ديدا المعماريين المرموقين المتميزين يعني على مدى العصور. ولذلك أقول أن هذه المرحلة بالنسبة لي أيضا كنت أحاول أن يعني أطرح من خلال الكتابات بعض الأفكار التي أريد من خلالها يعني أن أدفع نوعا ما ب يعني تجديد في مجال الفكر، ولو فكرة واحدة في المقال، بحيث أحيانا الأفكار تكون أو العناوين كانت صادمة. يعني أذكر أحد المقالات التي كتبتها، كتبت مقال بعنوان التنبؤ ورصد الكوارث المعمارية. يعني العنوان هو محاولة للاستلهام. طبعا في مراحل لاحقة التدريس قمت بالتدريس في جامعتين، وكان لي يعني شرف أن أكون من أوائل الأساتذة في أقسام العمارة في الجامعتين بدعوة يعني كريمة من أصدقاء وأساتذة لي، أذكر بالتخصيص منهم الدكتور ياسر الرجال في جامعتين. عملت مع الدكتور ياسر في جامعة الجامعة الأمريكية في مادبة، وفي مرحلة تأسيس جامعة الحسين التقنية التي يظهر في الصورة يعني الطاقم التأسيسي للجامعة في تلك الفترة. طبعا من حسن الحظ أن الطلاب نوعيات الطلاب أيضا كانت متميزة في الجامعات في الغالب. الطلاب يعني يودون يبحثون عن المعرفة والعلم. أنا برأيي آفة التعليم الحديث أصبحت هي عولمة الاتصالات، لأن أصبح هناك سهولة في الحصول على المعلومة أحيانا لدرجة التكاسل. أرجو يعني بودي لو يعني أن يتم يعني التغلب على هذه المشكلة، ولكن أصبح يعني بالإمكان الأستاذ النبيه يعني أن يعني يتبصر وينتبه لهذه الأمور. طبعا في مرحلة العمل والتأسيس في جامعة الحسين التقنية كان هناك مجموعة من الزملاء والأساتذة الفضلاء، يعني أود أن أذكر منهم البروفيسور أمجد الفاهوم والزميل والصديق دكتور عماد عبد السلام والدكتور فراس كافية، وأيضا زملاء أفاضل، وطبعا الدكتور بسام البطوش والدكتور لينا شبيب والدكتور موسى حبيب، ومجموعة من الأساتذة الفضلاء الذين رافقتهم في رحلة يعني رحلات ومضات مضيئة كانت في حياتي يعني لا أنساهم أبدا. كان لهم يعني
في مشوار حياتي أطيب الأثر. أيضا ترافقت مع زميلي من قسم الهندسة المدنية، قامة سامقة فعلا، دكتور حازم الدويري، أيضا قامة سامقة في مجال الهندسة المدنية. أيضا ترافقت في فترة من الفترات مع الدكتور خير الدين بسيسو، أيضا من قسم الهندسة المدنية، إنسان رائع وقامة سامقة في مجال الهندسة الإنشائية. طبعا في المؤتمرات كنت أحرص أن يكون يعني أن يكون هناك امتداد. في كل مؤتمراتي كنت أحرص أن يكون معي ابني موسى، كلما سنحت الفرصة رافقني في العديد من المؤتمرات في يعني في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وحفزته أن يكتب على الكتابة، ونشر كتابين كتيبين صغيرين، واحد بعنوان تيك ان ذا 90s، يعني تكلم فيه عن فترة التسعينيات، وكتب رواية قصيرة في ترونها على الجزء الآخر. أيضا قمت بعمل مجموعة من الندوات في أماكن أخرى من خلال المؤتمرات في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط والعالم العربي. طبعا في الجامعات المختلفة تعرفت على الكثير من الأساتذة، ومن خلال المؤتمرات والندوات تعرفت على الكثير من الأفاضل الأصدقاء الذين لهم يعني نور في حياتي العملية وفي الحياة الأكاديمية. ذكرت منهم في مرحلة الدراسة الأولية، وطبعا ذكرت في المرحلة المهنية كان هناك مجموعة من الأصدقاء، ومن خلال المؤتمرات والندوات المختلفة. ويعني هم لا حصر لهم ولا أستطيع حصرهم بالاسم. العناوين التي كنت أطرحها كانت يعني بعضها كان يلمس مواضيع خلافية. هذه المواضيع الخلافية أحيانا كانت يعني لأنك تنقد، والنقد أحيانا لا يعني لا يتقبله الكثيرين أو الكثيرون، وبخاصة مواضيع جدلية. حينما تتكلم عن مواضيع المدينة أو تتكلم عن مواضيع لها علاقة بالمدينة، بين الماضي والحاضر، التراث والحداثة، المدينة ما يسمى بالمدينة الإسلامية، أو تتكلم عن مواضيع العولمة، كل هذه المواضيع الخلافية تستثير الفكر وتحفز الفكر، ولكن في نفس الوقت ينبغي يعني أن يكون المتلقي يعني لديه حسن النية ابتداء، وفي نفس الوقت أن يكون هناك نوع من يعني التقبل الرأي الآخر، وأن يكون هناك أخذ يعني أن أخذ ورد بالاتجاهين. من خلال الكتابة كما قلت طرحت مجموعة من المواضيع. بعض المواضيع التي كنت أطرحها من أدب الرحلات، وأنا أعلم أن أدب الرحلات الذين يكتبون في هذا الأدب كانوا يعني في ما زالوا في العالم العربي على حد علمي قلائل. أعرف منهم مثلا الصديق بروفيسور مشار نعيم. أيضا كنت أقرأ لمعالي الدكتور كامل محادين بعض من أدب الرحلات حين تفرغ في فترة من الفترات للتأمل يعني في مناطق من شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. كما ذكرت هيئة نقاد الأعمار العربية حينما طرحها في البداية دكتور مشاري نعيم تبلورت في العام الأول، تم هناك لقاء
في العام 2010 في لندن. طبعا لبساطة عولمة الاتصالات تأخر المشروع قليلا، حتى أصبح بالإمكان الآن التواصل بشكل أكبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغير يعني غيرها. أنا أيضا من خلال رحلاتي ومن خلال يعني الأسفار كنت أكتب في هذا المجال في بعض المجالات، وأحيانا كنت أكتب بطريقة ساخرة. أحيانا أيضا كتبت بطريقة ساخرة في حالنا نحن المعماريين من واقع تجربة مريرة في أثناء تصميمي لأحد البيوت، وهذا أنا بعتقد عانى منه الكثير من المعماريين المصممين. يعني حينما تصمم سكتش ويعجب السكتش هذا المالك، بيقول لك المالك خليني أخذه تشوفه المدام، بعدين ممكن يرجع أو ممكن ما يرجع، أو إذا رجع بيكون تصبح هناك مساومة، لأن المعماري عمل المعماري بالنسبة الناس العاديين أحيانا لا يقيم، أحيانا يقيم بورقة الورقة التي تقدمها إن لم يكن المعماري مثقفا. لذلك كتبت يعني من وحي تجربة مريرة، وذكرت هذا الكلام تذاكرته مع الدكتور راسم بدران حين قابلته في مسقط، يعني كان الحديث نوع من الشجون، فكتبت مقال بعنوان سوسيولوجيا المجتمعات العربية وسوسيولوجيا المهن النبيلة، النبيلة بين قوسين، بمعنى أن المجتمع يعرف مجموعة من المهن التي تعتبر نبيلة وبعض المهن التي ينظر يحتاجها لكن لا ينظر إليها بالتقدير الذي تستحقه. ف طرحت هذه المفاهيم يعني من خلال بعض الكتابات. من خلال كتابات أخرى أيضا ذكرت مجموعة خواطر معماري مثلا وشاي في مراكش حينما زرت المغرب، أيضا في مدينة الكويت سلسلة من المقالات حول الفولكلور والهوية والتراث ومباحث التراث التي ذكرتها في الكثير من كتاباتي، وأهمية التراث ولماذا التراث، وكانت أيضا يعني موضوع استشارات قمت بها من خلال الصديق المفكر الدكتور مشاري النعيم في بعض الأعمال. أيضا قمت في زيارة إحدى زياراتي لمدينة عمان، وزياراتي المتكررة لمدينة عمان كنت أراقب ما كيف تتغير مدينة عمان منذ تركتها في الثمانينيات والتسعينيات وإلى آخره، يعني من ناحية عين حديثة أو فريش آي كما يقولونها، أنه يعني واحد شايفها فمن الكتابات الأساسية التي كتبتها كانت مدن للناس، مراجعة لبعض الكتب مثلا التي كان يقدمها بعض الكتاب على مستوى العالم. قمت بعمل مراجعات للكتب وكنت أنشرها باستمرار. بالإضافة لذلك تطرقت لمجموعة من المباحث الاقتصادية المتعلقة بالمدينة، والتطرق لبعض المفاهيم التي تستشرف المستقبل. في بعض الكتابات بدأت أتطرق لمحاولة استشراف ما هي مدينة المستقبل، كيف ستكون مدينة المستقبل اعتمادا على قراءات الواقع. أنا باعتقادي أن مدينة المستقبل سيكون مقلوبة، ظاهر المدينة هو باطنها وباطنها وظاهرها، وهو ما يحصل الآن، يحصل من خلال الفيسبوك، يحصل من خلال عولمة الاتصالات، بمعنى أن المجال الخاص الذي كان خاصا في المدينة سابقا أصبح عاما. يعني مجالي الخاص الذي أجلس فيه الآن أصبح عاما، أنا الآن طرحته عاما، ويمكن أن ينقلب المجال العام والخاص وتتبدل هوية المدينة، وهذه من بعض الإشكالات التي لابد من الالتفات إليها. تعريفات أخرى للمدن، مدن عابرة يعني زي تيك اواي، حتى في بعض المدن زي كأنها مدن تيك اواي، يعني مدن للاستهلاك السريع.
قضايا الإثنيات المختلفة الموجودة والقضايا الاجتماعية. بعض الكتب الكتابات التي طرحت في مجال إعادة الحضارية، إعادة الإعمار، والمهم جدا الآن أصبح يطرح في بعض المنتديات وما يسمى بالمخابر في شمال أفريقيا مثل الجزائر، في جامعة باتنا على سبيل المثال، حيث كنت أحاضر لبعض طلاب الدكتوراه. هناك توجه لعمل أبحاث دكتوراه على مستوى الأطفال، وهناك الدكتور ديب بالقاسم والدكتور أمير ظهير يقودون يعني، وبعض الأساتذة الفضلاء يقودون هذا المجال. هذا كتاب مهم جدا، يتكلم عن لازمنية العمارة. يعني اللازمنية لا تعني الكرونولوجي، التسلسل الخطي للزمن، هناك لحظات إبداع تتخطى زمنها، تتخطى اللحظة التي ولدت فيها. لذلك نحن ننظر لبعض المآثر العمرانية التي ولدت في السابق، ما زلنا ننظر لها بشيء من التقدير، بالكثير من التقدير، بحيث أنها تخطت زمنها. هناك تزاوج ما بين الفن والعمارة أيضا. في فترة التدريس، حيث قمت في التدريس في فترة ما، يعني لابد لطلاب العمارة وبشكل عام المثقف أن يتعرف على جوانب من الفن ولحظات الإبداع التي بدأ فيها الفن، كيف انطلقت شرارة التفكير عند الجنس الإنساني، وكان هذا من خلال التعبير عن الرسومات، عما يحيط به، وخاصة في كهوف لاسو في جنوب فرنسا أو إسبانيا، شمال إسبانيا، التي عبر الإنسان من خلالها وبدأ يعبر عن الواقع المحيط به. هذه لابد أن تكون حاضرة، وهي الفن والعمارة صنوان، وتعرف العمارة كأنها الفن العلمي، رغم أنه يعني يغلب أحيان أحدهما على الآخر. كتابات يعني كثيرة ومتعددة في أمور ومجالات كثيرة، يعني كان لابد من يعني التطرق إليها، وكانت في الحقيقة ممتعة جدا. أذكر من خلال الأسفار التي قمنا بها، كانت هناك دعوة كريمة في فترة من الفترات التقيت فيها مع الكثير من الزملاء من خلال دعوة كريمة من الدكتور علي أبو غنيمة ومعالي الدكتور كامل محادين في منتدى العقبة الذي حصل أعتقد العام 2013. ثم كانت هناك زيارة لوادي رم، وكانت فرصة جميلة جدا يعني للتفاعل مع الطبيعة ومع مجموعة من المعماريين، كان منهم البروفيسور مشاري النعيم ومجموعة من الزملاء أيضا. لحظات يعني أحببت أن أتكلم وأوثقها، ويعني لا يمكن أن أعطي من ذكرت حقهم، و يعني من فاتني ذكرهم يعني اعتذاري شديد جدا، لأن يعني الذاكرة في هذه الفترة قد تكون تلخبطت شوي، فأرجو المعذرة منكم. من خلال المؤتمرات والمنتديات والكتابات، كان هناك البحث عن المدينة الصحية وقراءات في ما لا ترون في المكان الحضري. هناك إشارات يبثها المكان الحضري، هناك إحداثيات للمكان الحضري. أذكر أنه في إحدى الزيارات والأسفار، وهذه إحدى مثالب سرعة الاتصالات، أذكر أنني كنت في زيارة مصطحبا فيها زوجتي سارة وموسى لسويسرا، لجنيفا، فيعني تواصلت مع الأستاذ فاروق درخشاني بالأغخان. لم تكن دعوة للأغخان، لكن يعني كان هناك سيكون تواصل، فسألته، لأنه إحنا بنوصل بالليل، يعني بقول له إنه بدنا نطلع الساعة 3 صباحا للمطار، فهل البيئة آمنة أو غير آمنة؟
فابتسم، قال لي لا آمنة. فقلت له لأنه صراحة الانتقال السريع يعني قد يكون خطر، لأنه تنتقل من مدينة خطرة جدا إلى مدينة أخرى آمنة، والعكس بالعكس. ولذلك البيئة الحضرية لابد للمرء أن يقرأها قراءة متكاملة واعية بشكل كبير، وهذه يعني جزء من الفكر مما ترسب من ممارسة. لأن زيارة مكان أو مدينة ليوم أو يومين لا تعني شيء الكثير. أنت ترى جانب بسيط من المدينة، لكن حتى يعني تتفهم إحداثيات وأبعاد البيئة الحضرية لابد يعني أن تفهمها وتستوعبها لفترة من الوقت، حتى تتعرف على الدوافع الباطنة وراء محركات البيئة الحضرية والمكان والبيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية ومحركات. لكن مع الأسف بعضها تداخل، يعني أصبح هناك عولمة بحيث بعض المدن أصبحت تتشابه إلى حد كبير، وأصبح العالم مترابطا أكثر من ذي قبل بشكل كبير. يعني أذكر، من يذكر منكم بركان آيسلند الذي ثار في مطلع العام 2010 تقريبا؟ البركان حينما ثار في آيسلند عطل حركة الطيران في أماكن كثيرة من العالم بسبب هذه الذرات الموجودة في الجو التي تدخل في محركات الطائرة وتسبب سقوط بعض الطائرات. لذلك في تلك الفترة قلت أن، وكتبت مقال في هذا الإطار، أن هذه العالم مترابط بشكل كبير جدا، مترابط ليس حسيا لكن أصبح مترابط افتراضيا اقتصاديا، طبعا سياسيا موضوع منفصل بحد ذاته، يعني مترابط بطرق كبيرة جدا. كنت أطرح في بعض الكتابات عناوين مستفزة أحيانا، لكن هي كانت مستفزة لي في البداية من واقع حدث أصابني أثناء وجودي في إحدى العواصم العربية. صليت الجمعة في مسجد، إحدى المساجد، وراعني المسجد من الداخل، راعني ضخامة المسجد وكثرة الزخارف، وراعني الكثير من الأمور والمعمار، العمارة بحد ذاتها. ولذلك كنت أكتب من وحي الواقع ومن وحي اللحظة. أزمة العمارة المسجدية كنت أكتبها سواء على شكل مقالات أو لاحقا أكتبها يعني بشكل أبحاث. المواضيع يعني كانت متعددة. كتبت في فترة من الفترات يعني ما يفوق على 400 مقال نقدي تقريبا. كتبت في يعني منتديات، وهذا كان موضوع يعني المؤتمر الإسلامي الأول الذي نظم في مدينة الرياض. تكلمت في أطروحة في حماية التراث العمراني والعمالة المحلية في بعض المدن العربية، وذلك اعتمادا على تجارب عالمية، منها مثلا مدن في كندا وبعض مدن بريطانيا، حيث يتم حماية الرساميل المحلية من خلال ابتداع نقود محلية يتعامل معها الناس المحليين، بحيث تكون يعني على مبدأ المقايضة، نرجع للمقايضة تقريبا، لكن من خلال عملة محلية مطبوعة لا يتم تداولها خارج المدينة أو خارج المكان. يعني هذه مجموعة من الكتابات. أيضا بعض الكتب التي هي قيد النشر، بعض الكتب التي حرصت أن تكون قريبة من العامة بعناوينها وبأفكارها تقريبا. هناك كتاب حوار مع صديقي المعماري، والعنوان مقتبس من معلوم كتاب
مصطفى محمود رحمه الله، دكتور مصطفى محمود، حيث كتب حوار مع صديقي الملحد يتكلم مع نفسه، يقف أمام نفسه وتكلم، كان عبارة عن سؤال وجواب بأسلوب قصصي ساخر. كنت أحب الأسلوب القصصي من نشأتي كطفل، حيث كنت أشارك في تلك الفترة في مراحل الدراسة الابتدائية في مسابقات أوائل المطالعين على مستوى المدارس، ونقرأ مجموعة كبيرة من الكتب. هذا من الكتب الذي يعني وددت أن أوثق هذه المفاهيم من خلال الكتاب، وبين فترة وفترة يدعوني زميلي وصديقي الدكتور علي أبو غنيمة يعني إعطاء محاضرة طلب الماجستير الجامعة الأردنية في هذا الموضوع. أنا باعتقادي هذا الموضوع الذي ساد في فترة الثمانينيات على مستوى الخطاب المعماري، على مستوى أطروحات الدكتوراه في تلك الفترة، بحيث أنه أصبح هناك ما يسمى بالاستشراق المقلوب. أيضا هذا كتيب كتبته وهو مستوحى من ورقة علمية قدمتها لإحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية، و يعني أخذ تقديرا من خلال سعادة الدكتور عبد العزيز المقرن المشرف على كرسي سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. وأحببت يعني هذه المباحث التي يعني كتبت فيها وتعمقت في بعضها يعني أن أقدمها من خلال بعض الكتابات. في المرحلة الأخيرة يعني كان هناك تعاون كبير جدا من خلال الصديق الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم، من خلال جائزة سعادة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، من خلال ثلاثة كتب، الكتاب في الدورة الثانية، وكان هناك كتاب في الدورتين الثانيتين اللاحقتين، يعني هذا الأول كتاب منارات الخليج العربي، والكتاب كتب باللغتين العربية والإنجليزية. مرحلة الكتابة مع دكتور مشاري النعيم وهو مفكر وناقد يعني تشحذ بعض يعني النقاط التي يعني التقينا عليها، ووجدنا أنه يمكن أن تنقل يعني للمهتمين وبعض المتابعين. وباعتقادي أن الجائزة تسير يعني في التعريف ب يعني نوع من أنواع المباني الذي ينظر إليه كمبنى ديني، رغم أن هذا المبنى له أثر أكبر من ناحية اجتماعية، من ناحية بيئية، من ناحية يعني مفصلية في الحياة، سواء على مستوى الحي السكني أو على مستوى المتجاورة السكنية. طبعا يعني في النهاية الختام مسك يكون لا أنسى فضل من نشأت معهم، وكل من له فضل علي في مسيرتي هذه التي بدأت من طفولتي وحتى هذه اللحظة، حيث أقف أمامكم كيعني زميل يعني أبسطكم وأقلكم قدرا. ويعني كان لي شرف أن أكون معكم، من ذكرت ومن لم أذكر. الفضل الأول يعود لعائلتي، حيث نشأت، لوالدي رحمه الله، ولجدي الذي تربينا معه، ولأخي نبيل رحمه الله، فضل كبير علي في النشأة كرفيق طفولتي وفي مرحلة الدراسة، حيث يعني كان له فضل علي أثناء الدراسة في تحمل مؤونة بعض المصاريف في الجامعة الأردنية. والدتي لها الفضل الكبير، لا فيها حقها أو أي كلمات إطلاقا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقدر أن فيها أي كلمة من الكلمات،
كل ما اجتهدت أن أقدمه لها هو عبارة عن نقطة في محيط. لأخواتي أيضا التسعة يعني فضل كبير في سعادة، كنا نعيش في سعادة كعائلة سعيدة، وأخي الصغير أيضا محمد كلهم عائلة سعيدة نشأنا معا. لا أنسى أبدا فضل زملائي في مكتب المعماري راس بدران، 5 سنوات عشنا فيها كزملاء، كانت يعني 5 سنوات من أروع السنوات يعني بقيادة معلمنا وملهمنا أبو جمال. لكن أود أن أشير لفضل زميلي وصديقي وحبيبي إسلام خريم، لأنه كان له فضل يعني في مرحلة معينة، سواء في المراحل المتأخرة من دراستي الجامعية، وأيضا في المرحلة الانتقالية بين عملي بين تخرجي وعملي مع رأس مدران. وكان مكتبه يعني بجانب مكتبي، كان لنا لحظات جميلة، وهو ذو روح مرحة وطيبة، ويعني أيام سعيدة جميلة لا تنسى. ولا أنسى صديقنا رؤوف أبو لبن ومنير الخشمان والزملاء جميعا، وأيضا يعني ترافقت لفترة ولو لأشهر بسيطة قبل سفري مع صديقنا وائل المصري، يعني لفترة وإن كانت بسيطة. و أشكر يعني جميع من كان لهم فضل علي في مشوار حياتي الخاصة والأكاديمية والمعمارية، ومن أثر علي سواء في طريقة تفكيري، ومن أوصلني يعني لأن أقف بين يديكم في هذا اللقاء لأتكلم. وأشكر أخيرا أيضا أشكر الدكتور راسم بدران، هو من تفضل بالدعوة لهذه المقابلة الخاصة، وهو من اقترح هذه الدعوة الخاصة. أشكر له فضله في هذه الدعوة وعلى مدى السنوات السابقة، حيث حينما علم أنني على سرير الشفاء، يعني هذه هي المحطة الثانية التي كان له أثر كبير علي. أشكر جميع زملائي في العالم العربي أينما كانوا، الذين التقيت معهم في الملتديات والملتقيات. ولا أنسى أبدا صديقي وأخي وحبيبي دكتور جلال عبادة، تقابلنا يعني في مؤتمرات كثيرة، وزوجته المعمارية الكريمة دكتورة منى. أشكركم جميعا على حسن يعني تفضلكم بالاستماع، ومعذرة للإطالة، ورمضان كريم لكم جميعا. نحن اليوم في 12 رمضان. كذلك أشكر جميع طلبتي في يعني في كل الجامعات التي درست فيها. بعض الجامعات درست بطريقة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الطلاب كان هناك فرصة للتواصل وجها لوجه. يعني أريد هنا أن ألفت الانتباه لنقطة أخيرة. تعلمت من خلال وجودي في يعني في بريطانيا من شخص بسيط، يعني يبدو بسيطا، كان يدرس معنا في الجامعة، قال لي حكمة. أنه قال: إذا كنت فتحت عقلك وقلبك فستتعلم من كل شخص تقابله في حياتك شيئا ما. يعني كل شخص مهما بدا بسيطا في نظرك تتعلم منه شيئا ما. والحياة هي عبارة عن مدرسة متجددة، يعني نتعلم كل يوم فيها شيء جديد. وأشكر أيضا العائلة الكريمة، ولا أنسى فضل يعني بعض يعني أعضاء أفراد من عائلتنا
أشكر المتابعين وأشكر خالي الأستاذ علي السيد والعائلة جميعا، وشكرا لكم أينما كنتم، ومعذرة إن كنت يعني نسيت بعض الأسماء. شكرا شكرا لكم. شكرا دكتور وليد. حناخذ مداخلات على السريع. دكتور كامل. ألو، أهلا دكتور. دكتور وليد، أسعد الله مساءك. أسعد الله مساءك معالي الدكتور كامل. عندما نرى الطيب الفواح من طالب أتذكره قبل فترة طويلة، وأتذكر العطاء، وكنت أردد دائما مقولة أن أجمل ما في طلابي أنهم أفضل أساتذتي. التحية للجميع، والتحية لراسم بدران دكتورنا، القامة التي طاولت السماء في رفع سوية العمارة ليس في العالم العربي والإسلامي بس في العالم، وأن تذكر أنت بما وثقت وما كتبت وما صممت وما تحدثت به، فتحية لك في رمضان المبارك، تحية لفلسطين الفواحة بالنضال، والقدس التي اليوم رأينا الجبابرة بها يتحدثون لغة التحدي والصمود والشوق. وأرجو من العلي القدير أن يمنحك الصحة، والشكر الموصول للدكتور راسم أبا جمال الذي أنار لنا طريق، وهم معماريون قليلين اللي مارسوا مهنة العمارة بشغف وفكر وسلاسة وانطلاق، وأحدثوا نقلة نوعية في العالم العربي والإسلامي. ذكرت العديد منهم مما أثروا في مسيرتي. لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نتمنى من العلي القدير أن يمنحك الطاقة، وأن يمنحك كل شيء. جميل أن أراك بهذه الهيئة اليوم وهذه الانطلاقة. تحية لعائلتك، تحية لزملائك يذكرونك. قبل فترة التقيت بأمل زنون، وانتقيت في مجموعة ممن سبقوك بسنة وقبليك بسنة آسف، فيذكروك لأنه أحدثت نقل نوعية في مجالك الفكري والكتابة والزخم. ما بسعنا نحكي اليوم إلا زي ما قلت، يفتخر الإنسان بالترحال وما كتب وما صمم، لكن أكثر فخر يكون بأبنائه. وطبعا بعض من طلابي إذا لم يكونوا جميعهم هم أبناء، أما عندما يتبوأ الإبن نجابة الأبناء وتدريسهم هو الأفضل عند رب العالمين. أنت أحد من ترك في ذاكرتي عطر المكان والزمان في العمارة. سلام لك، سلام منك، سلام عليك. أشكرك بعالي الدكتور كامل، شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا يعني الرسالة التي أو الكلمات التي يعني هي أعتبرها شهادة من أستاذ لي درسني، وهي شهادة أفضل من أرفع الشهادات الأكاديمية، لأن الشهادة الأكاديمية تضعها في الرف، وأحيانا تحصل منها على حرف دال نقطة، لكن الكلمات ترن في الأذن. وأذكر حينما دعوت يعني تمت دعوتنا وتقابلنا في وادي رم، ذبت خجلا فعلا. تقابلت بعد عدة سنوات، وكانت معي زوجتي سارة، وابني موسى كان صغيرا، و يعني معاليكم مدحتني أمام سارة. ف يعني معالي الدكتور كامل، أنت تعرف نحن من جيل ربما يختلف، وهذه لم أشير عليها النقطة في الثمانينيات، نحن من جيل تعودنا أن نستحيي من الأستاذ. أنا والدي كان أستاذا رحمه الله، وأذكر أنه دعا أستاذي الذي كان يدرسني في الصف الثالث الابتدائي لبيتنا. أذكر أنني يعني كنت في غاية الخجل، يعني مش عارف شو وين أروح، شو بدي أسوي. أستاذي الأستاذي الأول والدي دعا أستاذي الثاني،
وأنا يعني أتعثر بثوب الخجل والحياء، مش عارف وين أروح، بقدم في الشاي وخايف أوقع الشاي على أحد الأستاذين، ويعني تصير كمان يعني واضح أني كنت ففي ذلك الوقت كلماتك ما زالت ترن في أذني، وأذكر أنني كتبت مقالا وأنتهز هذه الفرصة أيضا لتوجيه السلام للزميلة العزيزة أمل زنون، وأيضا في المكتب الدكتور راسم بدران، لا أنسى أيضا فضل المهندس أنس سنو حيث كان يعاملنا كأبناء له في تلك الفترة، فعلا عشنا كمجتمع مصغر كعائلة مصغرة. ما كان يميز تلك الفترة فعلا أننا لم نكن نعمل يعني بشكل جامد، كنا نحس بعطف الأب الرؤوم الدكتور راسم بدران. أذكر أنني يعني إذا بسمح لي أبو جمال تقابلنا في لندن ذات مرة ونتكلم ماشيين في شارع أكسفورد ستريت، فأبو جمال لم يكن يتكلم عن المكتب كموظفين، كان يتكلم عن المكتب كزملاء وكأناس يعملون هو مسؤول عنهم، يعني كان يحس بالمسؤولية ليس كموظفين، موظف أنت بتعطي راتب آخر الشهر، لا، كان يحس أنه كربان السفينة، سفينة اجتماعية قبل أن تكون سفينة اقتصادية أو معاشية كما يفكر بعض الناس. ولذلك أيضا إن سمح لي يعني معلمي و يعني دكتور أبو جمال، أنا باعتقادي أن عوامل الربح الفاحش قد تكون لم تكن في الاعتبار بهذه المعايير والأطر التي كان يقود فيها المكتب. يعني كان في مكتب أبو جمال حوالي 80 موظف في الفترة التي كنت أعمل فيها، 80 موظف في فترة الثمانينيات مع الهزات الاقتصادية والمطبات التي كلنا نعرفها في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، أنا باعتقادي أن قيادة مثل هذه السفينة ويقودها معماري قدير، يعني العمل الأعمال يعني باختصار أبو جمال كان يمر على كل مشاريع المكتب يوميا، كل معماري بجيب المشاريع اللي بيشتغل عليها وبنزل عند أبو جمال، وأبو جمال بتابع المشروع من مرحلة الكونسبت حتى مرحلة الإنشاء، وبعد الظهر بيروح على الموقع وبيشوف التفاصيل وماذا يجري في المشاريع وفي مسابقات. هذه الكثير من الناس لا يعرف هذا الكلام، المسابقات أبو جمال بعد ما يروح الساعة 2 إذا بيسمح لي أبو جمال كان يأخذ قسطا من الراحة، أحياناً بيرجع بعد 2 لغاية الساعة 6، وأنا متأكد أنه كان يعمل أكثر من طالب العمارة، طلاب العمارة بروحوا بناموا، أبو جمال كان يعمل 24 ساعة. بهذه القدرة وهذه الطاقة كان يقود سفينة، ربان سفينة عدد أفرادها 80 شخصا، 80 فردا في الثمانينيات، وقادها بامتياز. وفي نفس الوقت كما ذكرت المكتب والأعمال يحركها أبو جمال، فشكرا لك، يعني الكلمات تعجز عن شكرك أبو جمال. أنا من ناحية تكلمت من ناحية شخصية، من ناحية وجدانية، من محطتين في حياتي تأثرت بهما. لو عاد الزمن ولا نعلم كلمة لو ماذا تقود، ويعني لا أدري ما كان سيكون لو لم أدخل مكتب أبو جمال، لأنها نقطة تغيير في حياتي حتى اجتماعيا. كنت أشعر بالسعادة في كل سنة نتوجه للعمرة، يعني سعيدين جدا، أصبح هناك نوع من الاستقرار الاجتماعي والذهني. فشكرا لكم جميعا، وأشكر كلماتكم معالي الدكتور كامل.
راسم. دكتور راسم. يا أولا أنا يعني ستعاجز عن الكلام بعد لما سمعت من وليد كل ما ذكره، يعني صوت مش عارف كيف أعبر، لأنه يعني بصراحة وليد أنت إنسان عرفتك من كما ذكرت من الثمانينات، إحنا كنا أطفال، يعني إحنا عشنا جو الطفولة، البراءة، هذه البراءة أن يعني تخلص في عصرنا الحالي ما لم تعود فيها هذه البراءة وهذه الأخلاق العالية. كنت مبدع في أيضا طريقة تفكيرها، خط طريقة تناولك للخط العربي، كيف ترسم، كيف تفكر، كنت أعتمد عليك أحيانا كليا أن تقوم بالعمل كاملا، ولا أجد نفسي في أن أعيد النظر فيه، لأنه كنت واثق من قدراتك على الحس الفراغي، وكنت حرفي أيضا. يعني هذه النقطة الجميلة فيه أنه كنت فنانا في الخط العربي، والخط العربي يعلم الإنسان توازن بصري، هذا التوازن كانت لديك، وشفت الآن في مشاريعك اللي كنت بعد أن خرجت من المكتب أن لديك هذه الموهبة. فكل ما أتمنى لك أيضا الصحة، لأنه المناظرة الصحية اللي أنت بها نرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرجك منها، وحتى تكمل عطائك الذي نحن في حاجة له، خاصة عندما دخلت في التحليل النقدي والتحليل النظري، دخلت في الانتانجبل اللي هو يعطي للتانجبيتي الأداة المفكرة، كيف تفكر، كيف تنظر للمادة والحياة. فأنا يعني من كتاباتك تعلمت أشياء الكثير، وكنت دائما أقرأها وأستمتع، ويعني سعدت أن تكون عند جزء من هذه العائلة، عائلة الثمانينات والتسعينات، التي هي أيضا يمكن لا تتكرر في نمطها وفي الطيبة التي كانت موجودة فيها في ذاك الوقت. فدائما أقول كنا كالأطفال، يعني كنا، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى 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 براءة الطفل، تنهيل ترى الشيء الذي لا نراه، والعمارة هي أي كيف ترى ما وراء الشيء. كثير من المعماريين ليس لديهم هذه القدرة أن يروا ما وراء الشيء العين الثالثة. فيعني أشكرك جدا لهذا اللقاء، وأنت تستحق الأكثر يا وليد، لأنك أنت إنسان تميز بالخلق، ابتسامتك كانت دائما تعطيني، كلما أشوف أنظر لوجهك تبتسم أطمئن وأتفائل، لأنه عملنا ليس عمل سهل، عملنا غير عمل المكتب، عندك عمل مع خارج المكتب، هي الحياة العملية، هو صاحب العمل إن كان بعمان أو بالأردن أو حتى خارج الأردن. فكلما كنت أنظر لك وكيف تبتسم رغم الظرف اللي كنا نعيش به، كنت أتفائل، كنت تعطيني زي ما تقول الشحنة الإيجابية التي نحن الآن نفتقدها بين المعماريين. بين الآن معماريين حاليا شحناتهم كلها شحنات مبطنة، لا تعرف ماذا يفكر عنك، كيف يجاملك من جهة ومن جهة أخرى، لا يعطيك أي يعني أي أمل في الحياة. فنرجو أن يعطيك الله الحياة لكي تعطينا أيضا من ابتسامتك هذا الغذاء الذي نحتاجه، وهذه الطيبة الذي يعبر عنها وجهك، أيضا يعبر عن هذه الطيبة الذي نفتقدها في أيامنا هذه بين المعماريين أو بين مجمل المعماريين. فالكلام الذي ذكرته أثر فيه كثير، وأحيانا كنت أنا مقصر، أنا لا أعرف، كنت أتعامل، أنا ليس لدي قانون، كنت أتعامل من يمكن بالفطرة، وهذه يمكن النقطة اللي جعلتني أكون هذه العائلة التي ذكرتها التي كنت أنت فيها، وأمل زنون ووائل المصري وسامي الصباغ وكل من يتعامل معي إلى الآن، في بعض منهم زي ما سامي الصباغ وغي آخرين من زملائنا القدامى. بس الفكرة فيها إنه أنت حملت الأمانة واستمريت فيها، وحاولت من العمل المادي إلى العمل الفكري النظري، وهذا نحن في مسح حاجة له، وتعاونك مع الدكتور مشاري نعيم مع بعض الكتاب، هذا جعلك أيضا تستطيع أن تعمل هذا الحوار الحضري أو الثقافي بين الثقافات العالم العربي، وتبحث عن رؤية للمستقبل. نحن نحتاج لهذه الرؤية أيضا من خلال كتاباتك ومن خلال ما أنتجتموه. فأنا يعني عاجز عن الكلام، ماذا أريد أن أتكلم لا أدري، يعني أدخلتني جعلتني غير قادر، بس أهم شيء عندي أنه أن تكون أنا حتى أنا عند وجهك الآن، وعندما رأيت وجهك قبل شهر ونص ما شاء الله كأنك شاب عمرك 20 سنة يعني شعرت بكم فيك هذا الدفق الحيوي، وأنت تتميز بهذا الدفق دون أن تعمل حولها
زي ما تقول شو، أنت كنت تتعامل بكل تواضع بكل هدوء وتنجز العمل، وهذه موهبة أيضا. فأتمنى لك فعلا وليد، أتمنى لك حبيبي من كل قلبي أن تستمر، إن شاء الله ربنا يعني يلطف بك ويلطف بنا جميعا بأن يعني يخلصك من هذه الضائقة ونحتفل بك أيضا. بس سعدت جدا أنه يعني أشكر كمان أشنت أنه أتحت هذه الفرصة. هي فرصة مش بس عمارة، هي فيها بعد إنساني. يعني العمارة أنا بعتبرها أصبحت عندما تراقب المعماريين الغربيين أصبحت عبارة عن شبه وحش متكرر، يتكلم عنه عملت كذا وعملت كذا. لا، إحنا نتكلم عن كيف تشكل الإنسان من خلال العمارة. العمارة هي العمار، المكان العامر. نحن بحثنا عن مكان عامر من خلال تعاملنا سوينا، من خلال كيف ننظر للآخرين في المكان المعمور. هذه العمارة وليس المكان المادي. فأشكر أشنت أنه أعطى الفرصة لوليد أنه يتكلم دكتور وليد ويعبر عن ما يراه ويعيدنا إلى هذه الأوقات، إلى هذه اللحظات التي كنا كلما أتأملها. على فكرة للعلم أنا هلأ عم بحاول أعمل، ذكرت كمان خبرت حبيبي دكتور كامل محدين أنه عم بقوم بمراجعة 60,000 شريحة سينمائية. عم بحاول الآن إلى نظام ديجيتال، عم بختار الجيد منها واللا يصلح أتخلص منه. هي بالكيلوات هذه الشرائح سلايد، ورأيت من بعض منها فيها صورك. فكأنك أنت في هذه اللحظة عم بستعيد أنا هذه اللحظات. وحين كنت عيناي تدمع عندما أرى كيف كنت وماذا كنت أفعل وأين كنت وكيف وأين ذهبت في 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 أعماق هذا العالم المفتوح من شرقي إلى غربي. وإن شاء الله المكتبة هذه حولها المكتبة ديجيتال بحيث تصبح عالميا. يعني ممكن يختار واحد أي موضوع يختاره من هذه السلايدز. أنه أنا كنت أصلا عندي هواية التصوير وكنت أكثر الكاميرات التعقيدة زي اللايكا، كنت معجب بال كيف أبحث كيف أصمم الصورة. فأنت يعني لديك العين الحساسة، وكما قلت كونك كنت تجيد الخط العربي، والخط العربي هو عمارة أيضا. يعني هي فيها تكوين نسيج عمراني، كيف تبحث عن الكتلة والفراغ. فإن شاء الله يا وليد يعني الله يعطيك الصحة، وشكرا جدا إنه أعطيتنا الفرصة أن نلتقي معك في هذه المنصة. وأشكر كمان أشنت ومشغلاني على جهد الطيب، وإن شاء الله تستمروا أكثر. وأريد أن الآن غادر، عندي موعد آخر، بس أذكر كمان أشكر دكتور كامل محدين إنه شارك معنا، وكمان كامل عنده هذه العنفوان، هذا الروح، يعني الوقادة. طلابنا في حاجة لهذا النوع من العلو، من هذا السمو الإنساني كيف، والتواضع، أن تكون مقتدر ومتواضع. هذا هو السر، إعطاء المعرفة من الداخل إلى الخارج. المعرفة لا تعطى من خلال تلقين، من خلال أخلاقك. هذه هكذا تنقل المعرفة. وشكرا أن أتحت لي فرصة أن أجتمع معكم، وأتمنى لك وليد كل الخير فعلا. شكرا جزيلا معلم أبو جمال. يعني كلمات لا يمكن، يعني أستطيع أن أرد عليها، بس في نقطة، قضية الابتسامة. أذكر حينما دخلت المكتب كنت لما أشوفك أبو جمال بترسم سكتشات، طبعا على الطبيعة، يعني أشوف السكتشات وأنت بترسم، وحتى كنت ورجيتنا أنت بعض الأعمال اللي قمت فيها قبل ما تدخل العمارة. يعني كنت عامل بعض الرسومات أعتقد لطائرات أو شيء من هذا القبيل. فكنت لما أشوفك بترسم بالقلم على الشفافة، يعني التعبير الدقيق للتوصيف الحالة genius at work. يعني أنت تنظر إلى يعني عبقري أثناء العمل. فدائما كنت أحاول أمنع نفسي من الابتسام، لا أستطيع. يعني دائما أبتسم ابتسام الإعجاب، يعني كلمات كثيرة لا أستطيع أن أعبر عنها. فأذكر مرة يعني أبو جمال قلت لي إذا يعني إن شاء الله الابتسام إذا كان موجود في المكتب، فيعني كما تفضلت قبل شوي بنكون يعني سعيدين وراضين في المكتب، لأنه فعلا
العمل لابد يكون فيه طاقة إيجابية، وأنا باعتقادي الطاقة الإيجابية دائما كانت يعني كانت من رأس الهرم. رأس الهرم هو الذي يبث في روح الفريق الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية كانت أبو جمال لما كنت تجيب كمية هائلة من الرسومات. إحنا في المكتب بنشتغل مثلاً على بلان 5 معماريين، وما شاء الله ثاني يوم أبو جمال يجيب أكثر من نص المشروع مشتغل عليه بالإضافة للتصميم البلان. فطبعاً لا يملك الإنسان يعني أمام هذه الظاهرة المتجددة يومياً وأسبوعياً إلا أن يبتسم ابتسامة الإعجاب لعمل يعني أشبه ما يكون بالخيال في الواقع الموجود في تلك الفترة. أيضاً في تلك الفترة أذكر العمل بالنسبة لك كان ممتع لدرجة أنه يعني بين فترة وفترة عندك روح الدعابة يعني أثناء العمل على المشروع. وهذه نقطة أريد أن أثبتها أيضا، أبو جمال لم ينتقص يوما عملا قط، يعني بغض النظر شو مستوى المعماري الموجود أمامه، لأنه كلنا كنا حديثي التخرج، وحديث التخرج يعني على بداية طريق التعلم. ما قال يعني أبو جمال لأحد المعماريين يوما بطريقة، لأنه هذا من كريم الأصل وهذا من علو يعني كريم الطباع. أبو جمال من تواضعه أنه كان إذا ما أعجبه شيء يحط ورقة شفافة ويبدأ يرسم يصحح العمل بحيث لا يجرح من أمامه، يعني على مستوى الفريق المعماري كاملا في المكتب. أثناء العمل مع الدكتور عبد الحليم إبراهيم برضو، يعني أنا أشكر الفترة اللي يعني تعاون فيها مع الدكتور عبد الحليم إبراهيم، كان هناك نوع من الحوار برضو مع أبو جمال في تلك الفترة، وإحنا المعماريين يعني نجلس ويعني نتعلم من يعني من أساتذة لنا، يعني كانت فترة يمتزج فيها التعلم بالحياة الاجتماعية، تحس أنك قريب من الشخص تحبه. إذا أحببت المعلم يسهل عليك أن يعني تتلقى العلم. إن كنت يعني العكس لا يمكن، لا يمكن بالحب تأخذ كل شيء. والحمد لله حصلنا على ما يعني على الكثير. لذلك كما قلت أنا فترة خروجي من المكتب يعني بقيت يمكن 4 أشهر فترة انتقالية في تردد، يعني يمكن ترك المكتب أبو مستحي من أبو جمال يعني لم تكن قسرية بمعنى تقديم، يعني من أغرب الاستقالات يمكن في العالم كله. فيعني كانت تجربة استحقت الذكر وتستحق الذكر أكثر. كتبت بعضها لكن أحببت في هذا اللقاء الخاص، ويعني هذا اللقاء أنا أشكر لكم تمنياتكم الطيبة ولها أكبر الأثر الإيجابي في نفسي بإذن الله. ويعني أتضرع إلى الله العزيز يعني أن أبقى معكم بإذن الله فهو الشافي بإذن الله. طيب اسمحوا لنا قبل ما نسكر أو ما نختم، بما أنه موجودين ما شاء الله أغلبنا، إذا في أحد حابب يتصور معنا يفتح الكاميرا، أنا هاخذ سكرين شوت من الموجود بحيث تكون صورة جماعية لحضرتك دكتور وليد ودكتور راسم ودكتور كامل. إذا في أحد معنا برضو حابب يفتح الكاميرا ممكن ناخذ الصورة، ونقول كل عام بخير وإن شاء الله بنرجع نشوفكم تاني مرة. إذا في أحد حابب يفتح الكاميرا نفتح الآن عشان ناخذ الصورة. طيب هاخذ الآن 1 2 تمام، يعطيك العافية أخذت الصورة. طيب دكتور راسم دكتور كامل دكتور وليد تاني مرة نشكرك على الفرصة، ونشكر طبعا دكتور راسم أنه أعطانا خبر أنه نعمل معك المقابلة، ومع أنه ما كانت بالجدول وصرينا نعملها ورتبنا في وقت قصير جدا، ولعله خير، وندعو الله أنه يتمم عليك إن شاء الله بالعافية ونشوفك على خير بإذن الله إن شاء الله.
كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا. شكرا لكم جزيلا. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا.